النبي افتح لي السخمات دي وحياة والدك. لا ربنا يكرمك يا شيخ. ما تطلع الاجره. ان الله مع الصابرين اذا صبروا. هي الدنيا هتطير؟ مستعجل ليه؟ في العجله الندامة. انت هتفتح المحضر؟ لا هفتح في المنديل. عايز كام؟ 130 قرش. 130 قرش تعريفي؟ لا 130 قرش زار. انت ما ركبتش عربيات قبل كده؟ ليه؟ شايفني يعني مش وش عربيات ولا مش وش عربيات؟ خد يا سيدي ادي جنيه اهو. وادي ثلاثة تعريف. لا ده قرش زار. لا والله ده بينه تعريف. لا ده قرش زار. لا تعريف. خد اهو. ادي تعريفي. وادي تعريفي. وادي كمان تعريف اهو. حلو قوي كده. انت هتنهب؟ ده انت فلقتنا يا اخي. ده بس من اصلك. كان حش وسطك. صمت واحد. يا حي. صمت واحد. صمت واحد. صمت واحد. صمت واحد. صمت واحد. منك لله يابا. طلعتني من الكتاب. كان زماني بعرف افك الخط. صمت واحد. قول لي والنبي يا حضرتك العلوان دي هوصل له ازاي؟ واحد طنطا واحد ريه واحد في الناس راحت. قول لي يا حضرتك ممكن تستقرا لي العلوان دي؟ لا. ايه البلد اللي محدش فيها بيرد على حد دي؟ المنصورة اتنين صوفيا صوفيا القشطة طمر عندي الشفا صوفيا صوفيا طمر عندي اشرب. اديني واحد من ده وحياة ابوك. صوفيا؟ ايه؟ صوفيا؟ صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا؟ اشرب من ده وخلاص، ما هو يطلع زي ما يطلع. عناية. سونيا جميلة، جميلة أوي. هات شويه بقى فوق البيع. فوق البيع ايه يا اخينا؟ هو احنا فاتحين سبين؟ طب يا اخويا ما تزقش. قول لي واحد والدك العلوان دي اروح له ازاي؟ امشي كده ولا امشي كده؟ تمشي له كده ولا كده ايه يا اخينا؟ ده انت مشوارك بعيد قوي، ده في المعصره. واروح ال 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 المسعره دي اروحها ازاي؟ يا اخي اطلع من نفوخ، انا مش فاضيلك. اول مره تنزل مصر. ايه؟ اول مره تنزل مصر. ايوه انا اول مره انزل مصر. لا انا ما قلتلكش. ما قلتليش ايه؟ مش انا امي ماتت؟ الباقيه في حياتك. حياتك الباقيه، صحيحكم مشكور، ما انجلكش في حاجه وحشه، وتعبت نفسك وجيت لهم مار. نعم. انقهرت عليها، هي اللي كانت فضلاني من الدنيا، لا ليا لا اخ ولا اخت ولا اب ولا كفه شيء، كانت حطاني في نن عينها من جوه. وانت اصلك من ايه؟ انا من خربتها. ايه؟ من خربتها. في بلد اسمها خربتها؟ ايوه، في بلد اسمها خربتها، امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش. ولا الحكومه حتى تعرف، ولا احنا عايزين نعرف حد، ولا عايزين حد يعرف. خد استقرا لي بقى. قريبك اللي في الورقه دي؟ قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لزق. قلت بقى ابدا امي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى. الا مهم، من غيره العماره ما تتبنيش، هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجه؟ مستني العربيه اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حته اسمها باب اللوق. ايوه. الاتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك دي هي. اسال اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوق. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المحصاره. نزلني فين؟ المسعره. تنزل المسعرة. ايوه. المسعرة. ايوه. تسأل اي واحد يقابلك وتديله الورقة دي، هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالي. تشكر قوي يا حضري. العفو. تشكر قوي يا سي حضرتك اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي ما يهمش. ما يهمش ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجلة. ابو عجلة؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين ان سيادتك ابو عجلي. تشكر قوي يا اخينا. مع السلامه يا بلدي. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي، مش تدفع ثمن الصوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضرت، الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي. خد. ايه ده؟ قرش تعريف. قرش تعريف بقى.
دي كوبايه تبان 10 ساق. 10 ساق ليه؟ شويه المال بيبقى بوم 10 ساق. اه خد ايه ثلاثه تعريف اهم. حلو قوي كده، كويس تخش وسطك. ما حدش يسمع اكتر من ثلاثه تعريف. امر لله. انهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب ايه؟ باب ايه؟ ده كان لسه على طرطوفة لسانه دلوقتي. باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ باب الوزير. هم الوزراء بقى لهم ابواب؟ امال باب ايه بس؟ باب ايه يا هو باب حاجه ما تتاكلش. تتشرب ولا بتشرب؟ امال باب ايه؟ باب ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك. باب زويله، باب البحر، باب اللوق. ايوه ايوه، هي باب اللوق دي. عليك نور. طب يا اخو قول كده من الصبح. وانا كنت عارف ولا قلتش؟ اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده. لا انا هستنى واحد فاضي بقى. بالطريقه دي مش هتركب ولا هتوصل. يلا يا اخينا الشعبك، يلا يلا. امر لله. يلا بينا. ايه رايح فين؟ رايح باب ال باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ حوش.